استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير خارجية روسيا السيد ميخائيل بالعاصمة موسكو، استقبل وفدا من جماعة الحوثي، وركز اللقاء على آفاق تحقيق التسوية السلمية الشاملة للأزمة العسكرية السياسية الحادة والمستمرة للعام الثامن في البلاد، ومناقشة مهمة استئناف الحوار اليمني الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة. وأشار اللقاء إلى أهمية تمديد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 2 أغسطس الجاري والإجراءات الهادفة إلى تحسين الوضع الإنساني للشعب في البلاد. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الثابت للحفاظ على اتصالات نشطة مع جميع القوى السياسية الرئيسية في اليمن من أجل تشجيعها على نبذ المواجهة المسلحة وبدء حوار بناء يهدف إلى إيجاد الحل السلمي لمجموعة المشاكل المتراكمة على أساس التوافق الوطني.